عطيني. راسه يا قارن. لا انا يا قارن ما زلت. لا تخاف. ساكن شو بيحصل لنا؟ لا 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 انا شي واحد. الله ينادي اللي قطع الدواجن. يحيى 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 يا ابو الزيكا هبط ابو الزيكا هبط 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 الماء خارج في وسط الحشره. عطيه هنا راه غير اش الحي راه معاك كلاسي قرن. ما زي قرن عطيني. ما زي قرن كان مع الطلب العبق. ايوا انا قرن ما زاد وانا قرن انا هذا راه الساك الساك فيه الشارجور وراه فيه الحوايج ديالي. عطيني حوايج وعطيني حاجة ما عطيكش الموتور. ما عطيني ها شنو عطيك شنو عطيك؟ دابا شنو بغيتي نعطيوك؟ دابا شنو عطيك؟ عطيك الصحة ديالها عطيك. هذا كنسكر؟ أنا بغيتو كنشرب به أنا كنشرب به. أجي أجي من هنا أجي من هنا أجي من هنا أجي فين كنت أجي أجي فين كنت أجي بلاتي بلاتي بلاتي. دابا شنو بغيتي وكان شنو بغيتي؟ أنا بغيت الفلوس. بغيتي الفلوس؟ شحال بغيتي الفلوس؟ أنا بغيت 5 دراهم 5 دراهم 5 دراهم 5 دراهم؟ 5 ريال 100 ريال 100 ريال؟ 5 دراهم؟ الا عندي انا شوفي الا عندي نعطيك صافي. الله يحمرك. شحال عندك من عام؟ العمر هذا العمر ديالي اه من عمر ديالي 12 12 عام. أيه. وهذا شحال عندك؟ 7 سنين. أيه. كاينش قرايه والو؟ لا كنقرا. ها؟ كنقرا انا في الروعه وكنقرا في الثالثه. نشوف انا شوف الا عندي بعدا. اي شوف بعدا ما تقولش. شوف هذا 10 دراهم جوج ديال 100 ريال هاكو فرقوها صافي صافي 100 و 100 و 100 عندك ديالو عندك مقسومه ها هو قسمها لكم مقسومه كاع مزيانه وراه انا هذا راه واحد ما كفوجك لا صبط والو ما عنديش الحوايج هذا الموتور ها زين الحوايج ديالنا هاك يا الله عاد غادي كان ينغمس مس هنا غنرو فيه كلشي بخير هنا ما ها كيغد كاين خنيفره ما كاين خنيفره خنيفره الله زين تعرق اه يا الله كيعاون ربي مرة أخرى إن شاء الله مرة أخرى مرة أخرى مرة أخرى مسكين مرة أخرى يا الله يا الله عندك يا الله يا الله بسلامة كما ذاك وقلت ها هو سكت بلاتي بلاتي هذه 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 برك لا برك هنا برك هنا لا بقى بارك بقى بارك بقى بارك بقى بارك هكا صافي حيد يا الله بسلامة يا الله يا الله نعم الله يعاون مسكين دابا هادوك يكونوا مولفين هم دوك النصارى الاجانب الكبر تيدوزو من هنايا تيكونوا جايبين معاهم شي حويجات بحال اللي جايب الطوموبيل داكشي كيكونوا جايبين معاهم حوايج زايدين كيكونوا الحوايج من اللي تيجيو يفرقوا مع الدراري الصغار كيجيبوا اقل حاجه كيجيبوا حلويات يفرقوا عليهم يعني معروفه النصارى بالعطاء ديالهم حيت انا اصل ديالي من مرزوقه فاش كنت صغير كنطلعوا لتمايا كانوا كنكونوا هي جالسين هكا والنصارى تيجيو كيبقى يجمع عليهم الدراري كيبقى يفرقوا عليهم حويجات كيفرقوا عليهم بزاف ديال الحوايج يعني شوف شي نصراني كتشوف مباشره انه مسكين راه يدور معاك وغيعطيك شي حاجه ما عندهاش علاقه بشي ديال شي واحد يأولها سعايا ولا شي حاجه لا علاقه بهذا الشيء يعني بنادم تيجيو هما تيعطيوهم النصارى تيعطيوهم بحال دابا هنايا تلقى مولفين النصارى تيجيو تيوقفوا عليهم وتيعيطوا للدراري الصغار وتيفرقوا عليهم داك الشيء صافي وخذوا الفكره بحال هكا هذاك الشيء باش انا شافوا لي هكا راه في الاول 100% راه صحابهم النصارى داك الشيء داك الشيء علاش الطريق اللي زدنا منها كامله كانت بحال هكا كانوا كيدوزو فيها النصارى قبل ما تصلح يعني مازال هكا كامله مالك تو
صدغي صدغي صدغي. ها؟ كي كانوا شاد الشكاكة فيها الحجر بزاف، داك الحجر كيزلق الا ما درتيش الساك دير ربي صافي ما غاديش يوقف لك، غادي يبقى غادي نيجي في هذا الحجر هو المشكل. ها ها السلام عليكم. خير قول هذوك ماشي مغاربه. السلام عليكم. الطريق هذه غادي الزاويه صح. الله يحفظك. واخا الله يرحم والديك. اه بخير صبليون هذا قال لي اولا كما بيان. شوفوا الحافه هنايا قداش، شوف شوف قداش كيبانو التاج. مازال تبعنا غنزيدو نهبطو صفة طويلة، غادي نعاود نطلعو تاني مع ديك الطريق. واو 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 مشي الله زلقت الله يسر ما نهبطش للحافل تحت نموت. هو انا عرفتي كيفاش القلب ديالها راه ساهلة، ولكن الا مشيتي درتي غلط راه تقدر يكون خطا قاتل. حيت شوف شنو كاين لتحت الحافل الحافل. يح 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 ابو الزيكا هبط ابو الزيكا هبط 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 ويلي على دورة كي دايرة. والعلو والعلو مهم ما صاحبش شتي دابا كوك الطويل. اه شو اه صفريني بفرانات كاملين ورجليك ها رجليك تا هو تفراني بيهم. يا رب العالي الجامع يوقفوا دابا. واو يا لطيف يا لطيف اول طيحه على الجالي منيا اللي مزيانه فيها السبر ديالها. الدوره اللي دايره على اليسار هانيه حيت كي تجي الرجل اللي حط خايبه هي ديك الدوره كتكون دايره على اليمن ديك هي اللي مصيبه كاعلا. ويلي 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 ناري على لابونت كي دايره تروح دير فرانات كاملين ما يوقفش. او او ويلي هذا ما تنساش كفاس الاخر ديالها. السلامة 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 ويلي رجلي كتجي مع شي فوسي ولا شي حفرة كتزيد يعلى عليها الموضوع. المهم هذا الفيديو مهم مهم بزاف لشي واحد بغا يجي لتينيري وما عندوش الطول. مهم اخويا تكون طويل مهم. واو حتي قلبي خرج من بلاصتو مع الشادي مازال طويله وما غاديش يوقف. ناري ناري
واش فلان الى عاود شد ليه الموطور بحال تبقى جارو شويه باش ما يبقاش يهرب بزاف بيا كيهرب اصلا كيفاش يوقف. شكي كيدير كيبقى هربان ها تيولي كيمشي بالعرض تيبقى يمشي بالعرض ابغيت نجري ال يلي جيب واحد كل هنايا دبرتي عليها ها دبرتي عليها تجيب واحد كل هاد البلاصه والله لا عطاونا مخزات لاباس ويلي اخيرا ساحه في الجحيم والله الا العذاب ابا خلي يجري اش كالي يطلع ناري واش غنطلعوا من هنا هذا واد اذا ما كاينش شي حل اخر غير هذا الطريق هوبا با 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 السلام عليكم الطريق ديال زوجة حنا صالي ياك ها مازال بعيد الطريق مكفصه هكا نعم الطريق مازال بحال هكا بحال هكا ها بحال هكا لا لا غير غير شويه صافي هذه هذه قاصحه هذه مع الحدوره كيبقى يزلق الموتور السلام عليكم شي بخير صحه لاباس شي مزيان الله يحفظك الطريق قاصحه عندكم هنا صاحبي قاصحه بزاف معنا دوارات نسيم دوار الزركان تسمع من الزركان لا لا الصباح مشيت الزاويه الله يرحم الوالدين مازال خصني نزيد نمشي نفوت عليه خصني نمشي الزاويه الزاويه مازال بعيده شويه زاد تبع على الطريق ان شاء الله الله يرحم الوالدين يلا كعرف واو انا بطلع من اللي اخيرا جاء الفرج الطريقه صاحبي العذاب الاليم با 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 عمري دزت من ديك الطريقه الفروض فروض صعيبه اخوتي دابا شكون اللي تصعبها تطولة تينيري خص تكون طويل تكون حاكمة ماشي هي اللي حاكمك سلامة سلامة اي الله يعاونكم والله حفظكم ساكن شي مزيان الحمد لله الطريق ديال زوجة حنصل هادي هي هادي القدرون ايه فاس الزوج حنص على عيط فوشات اتجد لنا غنروش ما في لا القدرون قريب 18 صافي الله يرحم الوالدين اه ودا اه راه باقي في الجبل اون بان تيقدر واحد الرويضه جايين لهنايا انا مازالين في الجبل واش هنا ها الله يرحم الوالدين الله يرحم الوالدين الله يرحم الوالدين مازال تبعنا الطريق شكرا بزاف الله يحفظكم شكرا بحال ناقصنا يا الله يا ربي بسلامه وفينا باريس سان جيرمان يا الله التجربة ما عمرها غتنسى ليا حتى الدور عادي هذه ماشي الاخرى قاصحه الاخرى في هذاك الحجر قد هذا اللي هنا زير بقاو زيكزاكي وزيكزاكي حتى نوصلوا لتحت هذا برا عاودنا من الفوق هبطوا من الجبل صحابنا حنا تقادين ومازال تنعاود نهبطوا هذا الحجر هذا راه غير طايح من هنايا ماشي ديال الطريق هذه كتسمى مقاده هذه كتسمى تشوفنا دابا هذه راه دايت هنجيب عقل على الطريق الاخوات باش اللي بغا يدوز منا دوز منا ويطاقيني ويرد عليا يقول لي كي دايره كتجي الايميل شيل ايميل شيل وكتشي بحال اللي شوف جوجل مابس ولا جي بي اس ما عطاهالكش غتسول شي حد على البيستا اللي عندك كذا جديده اللي غتديك من ايميل شيل لزاويه حنصال كتمشي حتى لواحد البلاصه مشات لي سميتها
قلت لي سميت ديك البلاصه جايه بعيده على ايميشيل ب 7 كيلومتر وقيله كتمشي حتى لتما. واو سبحان الله. عاد تلقى هاد لابيست هادي طالعه فيها بلاكه بيضاء كبيره على اليسار كتفوت واحد الخنطره طلع اليسار. واو هو تشوف فين نهبطو هي. انا شي واحد انا شي واحد الله يعاون يحيى يحيى على حدوده. تبارك اش الصغيورين هذا شحال كيوت. السلام عليكم. احا اي لا هواك. شوف فين مشاو شوف فين مشاو للحافه شوف فين مشاو. اي 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 واو الواد واد واد كان شي ترصب ديك الواد شنو بزك زوق هبطنا من هنا لتحت الحيطه وهنا مازال عاود زيك زاك الفوق. ما فهمتش انا اللي سولنا كتسول واحد تيقول لك باقي لك 14 كيلومتر 13 القدرون واحد تيقول لي باقي لك 70 واحد قال لي 40 يعني مسافات لا علاقه يعني هما تيعبروش زعما من الاخر بالكيلومتر بقى يقول لك مازال بزاف ولا شويه وصافي هذا هو العبار عندهم. سولو يقول لك مازال خير الله ولا يقول لك صافي راه على حال هذا هو العبار عندهم. ما كيلومتر زعما لا ديتي على الكيلومتر اللي يقول لك ما توقعش انك تلقاها تقدر تلقاها النص ديال داك الشيء غلط. هذا واحد قال لي 70 واحد قال لي 13 شو شحال الفرق بيناتهم فهمتوني يعني ما خصنا ميدي على داك العبار غير سولو واش بعيد ولا مازال. وديك قريب عندهم هما راه هي شي 60 شي 70 ديك قريب تما راه علاج اليوم تلقى تيضرب لك 60 كيلومتر في النهار. السلام عليكم هانيا. وهادي الطريق ديال زاوية زاوية حنصال زاوية حنصال يا هادي مازال بعيد شوية بعيد يا الله ياك بعيد ياك مازالك ياك مازالك يومين ديال الطريق. لا ها ومحلا هذا حلف فينا هذا قال مازال اخويا قول لنا واخا بالكذوب راه قربنا. شكون قال دوز من هنا وما كانش هاد الهوايه هادي عمرك تحلم تدوز من هنا. شو سبحان الله شو السلام اوت الماء خارج من فوسط الحجر. ما شاء الله كملنا. يا حي يا كاسيدي الماء وشاني خرج من الجبل سبحان الله. دابا في الطريق ديال الكاتدرال كان واحد البلاكه هنايا تتبين اسماء ديال هاد الجبال وهاديك ويندو شي واحد داز هنايا عزيز موطو حط اللوغو ديالو الفوق بيسليك تا حنا نحطو اللوغو ديالنا حداك تمايا شتا داز شي واحد اخر موراك مورانا اي 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 هنا باش ما يحيدو تا واحد. مريض كان هنا شي واحد لا بغى يسكاني ولا ندير هنا لا اطيح ندير القضيه مزيانه يعني كاينه بزاف د البلايص كتلقى شي بلاكه ديال شي حاجه وكتلقى الناس كيجيو كيلصقوا عادي ما تضيعش من الجماليه ديال البلاصه شي حاجه بالعكس. والطريق شحال ما كتقاداش الصباح حنا غاديين ضرب 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 قد الناس شي 20 كيلومتر باش كنبقى تيقل ايوا دابا الطريق فيها فيراجات داكشي باش كتزاد المسافه واخا كتلقى في الماب قل يعني في الواقع تلقى اكثر ما كتضر الراه كاين الهيت بعد بدلين عاد دابا
المهم اخوتي هانتوما كما كتشوفوا شدنا الليل عينا ما نتسابقوا ما نتجاراو، لكن هذه هي الاوف رود، يعني ما تعرفش واش غادي ما تعرفش شحال الوقت غدير فيها، ماشي بحال الطريق عاديه تتكون تضرب حسابك. الاوف رود ما عمر يعني تعرف تعطيك داكشي قريبي ولكن ماشي 100%. هذه الدار اخوتي اللي بتنا فيها هنايا في الكاتدرال، كلشي كتلقاه عامر. هذه الطوب كيس كندخلها معانا، تركبها يبقى في الطق كتسد الموتور الزينة على واحد القرطانة ديال الخشب باش نطوينا شي شوية نكريسينا السنسلة. الأوفرود كاين ليسانس لا والو، الكاتدرال ها هي. عاد نمشيو لها دابا البارح وصلنا بالليل، غنطلع فوق الموتور وغادي نعاود لكم القصة اللي وقعت لينا البارح حريرة. اللي مش بغا ديماري يوقف الموتور ميزان باش الزيت كتوزع على الماكينة قد درنا واحد ليسانس هنا غير الله يدير الخير وصافي. البارح هنا عمرناها بالبواد، المهم ديبقوني نوصل ها ما قلنا